يطمح منتخب الإمارات في تحقيق انتصارين مهمين ضمن سباق الفوز بصدارة المجموعة السابعة، حيث يلتقي في الجولة الثالثة مع إندونيسيا يوم الخميس في دبي قبل أن يتوجه إلى باثوم ثاني لمواجهة مضيفته تايلاند في لقاء القمة يوم الثلاثاء 15/1 أكتوبر الجاري. من جهته يلتقي منتخب فيتنام في الجولة الثالثة مع ماليزيا في هانوي يوم الخميس، ثم يلعب في الجولة الرابعة خارج ملعبه مع إندونيسيا في جاكرتا. وكان منتخب تايلاند تصدر الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية إثر تعادله على أرضه سلبيا مع فيتنام ثم فوزه خارج ملعبه على إندونيسيا، في حين استهل منتخب ماليزيا مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على إندونيسيا 3-2 في جاكرتا قبل الخسارة على أرضه أمام الإمارات 2-1.